أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويسأل عن زيوت السيارات أو الديزل أو فيما أو ما هو في حكمهما عند إصابتها للثياب، هل تعتبر نجسة أم لا؟ لا هي بنجسة، الزيت زيت طاهر، زيت السيارة والبنزين هذه مواد طاهرة لا تنجس، لكنها تلوث الثياب، توسخ الثياب من ناحية الوسخ والتلويث لا من ناحية النجاسة، هي طاهرة. نعم.